السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب الكورن جنرال كان حسن تيج سود هذا صاحبي وصاحبين محمد نور حسن اللي كسر هذا مقال عصب هذا مقال كنا ما أنتوا كسر فيه من البري سيدا وقفضت عاد إنستغرام كا وحري كرتوا لوك أما عاد ويل علي كرتوا حبنا دغ قيسة سيان لقاك عسني موبايل كلا عديكو حتى عدي أتقول بسو يوسر كيسة يو باسويت كيسة وقفضت وأنا قابك أوقف سمع سله إنستغرام كنا two factor authentication wax la hayo een wax rajaynaynaa faantay waxa jira saaxiibo soo bixi jawaabta saxda ah ee generalkan Hansen Tij ka baxa muqaal kasta bilowgisa waan idin ka macallinaa saaxiibo soo bixi jawaabta saxda ah ee su'aasha kan ka dhigan gudba maanta ay waxa noqonaysa saaxiib ama daawade sheek qaarada ugu weyn adduunka ama shanta qaaradood ee dunida sheek qaarada ugu weyn adduunka أرجينا إن أتفانتي داودة وأتكسف العدد إن شاء الله حدين وجود قلنا مقال كنا مهمة دا يا واحد داودة إن إنستغرام كاغو لابا مدوت وكسم يسني هاي ما دام بشدة قار صاحب دا عصي كسب هي لقي يعرف إن وكسم يسني هاي وحلي رهدو فيسبوك وكسم يسني هاي أما أكونت سكال معناه كحرتان لكني متك معروف كايا وحي هاي إن أت جيميل كشطه حتى هدي إن كيز أساس كوسم يزتي وإن جيميل سوى كشطه أما موبايل نمبر وعلى بعض سيابات يقول فضوت يعدو سمع سكرتو two factor authentication مدام يقول مهم سنت هاي إن أت كوسم يزتو موبايل كايا جانت أت كوراتو سي أت ورسع تو داودة أغراقة لوجين ك حتى هدي أت أديك اللوجين كده يسمى موبايل كله أمر لان أو نمبر كايا هذا كيز سنين هذا كو استعمال كرين وحرجينا داود هنا فانتي حتى بس إذا وحرنا تاسي وين فضو ضحي كل يد داود حاب عن تاي إن السفر تو أبليكيشن كان روتين كم وضع إن السكرام كي كورن تاي سأسجل السفر لنا هاي داود مركو سيدا كوكو صباحه كل يد حاب عن تاي إن تابته ماشان هوسة فلارت كوتر ما مسا أما بروفيل أكو كله تجو هذا بقى يا صاحب حدوث إنك قصة بحق كلي وحق بعنتي إن تعبته ما إيش هالسد حدس أولاد كر زول سعرن سافر نيسا كده بدأ وده كلي وحق بعنتي ما إيش عن كره كقرنتي سدنكس سين مرك قصة بحق أكون كاجا نحو كسينا يا أبشرنا بدن أما ما إيش لقيها يا جينا يا أكون كاجا هدي أروح كزيادة نزيد هدي أسكورتي كيس هدي البرموت أقصى من نسوا وحياة بعض صدنا هدي عواش يجرتوا أبليكيشن كأه وحياة بعض أيقوق قرمشان إيه هدي أت جنرال كلا أت كده ريسو أما هدي أت أسقف أت كتر ريسو أكب أكب حيسو يسر كي بس يتكبه سهل بمركي أت قصة لعبنا نسوا أت أقصى تاب بس يتكبه يسر كي عرجينا إنا فانتي حتى بس إذا two factor authentication وحرنا إنستغرام كنا كلي ولا وحبا عن تاي نصفر تمشان قرطاي سكورتي سيدا كو صباح يا مركز سكورتي كو سودفتو ان سيدا اركتان نمبر كافراد وحا كو حسن ان تو فاكتور اذنيكيشن سو اوبشن كاسا سو فورنيسا حد سي اركتو ولال ان وح ملحان او ليرادو تو فاكتور اذنيكيشن سيدان او يلا ماركا كلي وحان دينا داوده ميشان اي كو قرنتا جيت ستارتد اي كو دفننا سي ان حدو بلاونا سو وحو كليا ولال سدح اوبشن ايو كو بخيا تاسو اه ان سيدا كو موقتا ادو ابلكيشن اهن اسقو اه سي اسو واتساب اهان اه يو سي تيكست مسج ان تيكست مسج كواسيكل روي كرتا حدي ارتو ميشن نمبر كا وخا كسو خول كرتا جيميل سو جيميل كو بدل كرتا لكني حدا وخا سو فورننا قيبتان تيكست مسج كا سي موبايل نمبر كينا او لا سو دراقه انستغرام كينا حدي موبايل كا لوغو لوجين غرينايا حاجه تيكتا يا سارا سو فورننا اوتوماتيكلي موبايل نمبر كاغا oo kugu sameysan ama soo gelis lambarka ayaa waxa ku soo dhaceysa een lix lambar oo digital ah si aad aragtan walaal een way noo soo dhacday soo marku cadeena dana ay dheena wa gelinaysa soo dana ay dheesa hayaag daawade een halkan wuxuu ku leeyahay get your login gratis through whatsapp soo dana een screenshot ka qaado daawada si macnaha code scan hadhow marka gal rabto uu kugu soo diray qaab recovery ahaan ay kugu diyaarsanayaan waxaan ogaataa markasta aad galeyso lambaradan waa ku important ama waa ku muhiim sida marka
نيو كود اد كويلي كرتا واحد كويلي كرتا كليا ان انا تكوسي دوستو ماشان ان سكرين شوت كوريسا اي كو قرنت هاي جيت نيو كودز سو هلكا سكرو فنسا سي معناها كو عصب اويشو وا ماركي اد كون استعمالشو كديب اياد صدنا كو كلو بانيسا بيكوز حدي اد ماشان حد حقو حق حسن الا يا شن نمبر سو حدي اشن مر اغليسو ريكفري كان ودوانا ميد كلو بانيسا هلكا امانتا ريكفري كودز كارسنيسا ماركي جيت نيو كودز اي كو دفنسا سي اد كو كلو اويشو حدنا اد سكرين شوت او قاداتو سكرين شوت كا قادناي او تابينا سو غليري ايو نوغلي سي نو عدينايو وحرجيني داود انا فانتي زعيمكين محمد نور ايد الله تاني انتو نقول مدانا فيديو ايقا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الى اللقاء.